بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء الثاني نتكلم فيه عن الميثودز وقواعد استدعاء الميثود في الجافا، قواعد كتابة الميثود واستدعائها. الآن شفنا كيف نكتب الميثود، سواء ميثود ترجع قيمة أو ما ترجع قيمة، ميثود تستقبل بارامترز أو ما تستقبل بارامترز. الآن خلينا نشوف كيف نستدعي الميثود. طيب، إذا عندنا خيارين دائما في استدعاء الميثود، الخيار الأول هو ما نسميه بالميثود statement، زين، أو جملة ميثود. إذا كانت الميثود ما ترجع لنا قيمة، زين، إذا كانت الميثود ما ترجع لنا قيمة، فيجب أن نستخدم ميثود statement. ميثود statement هي بالطريقة التالية: نكتب الأوبجكت ID، الأوبجكت identifier، زين، اللي هو اسم الأوبجكت، وبعد كذا نضع نقطة، زين، ثم بعد كذا الميثود ID، ميثود ID، ثم بعد كذا نضع الارجيومنتس، هنا الارجيومنتس، زين. مثال على الشيء هذا، مثلا في الامبلوي، مثلا قلنا والله عندنا E، زين، بعد كذا دوت، وبعد كذا الميثود سميناها set id، set id، وبعد كذا طبعا الميثود تستقبل one argument، فقلنا هنا مثلا 1000، زين. اذا هذه نسميها ميثود statement. عندما تكون الميثود ما ترجع قيمه، يجب ان نستخدم الميثود statement. اذا كانت الميثود ترجع قيمه، بامكاننا ان نستخدم الميثود statement، زين. طبعا الفرق عن الميثود ستيتمنت، النوع الثاني هو الميثود اكسبريشن، والفرق جدا بسيط، يعني فيعني لا تظن انه بيكون فرق كبير، فرق جدا بسيط ولكنه مهم جدا، زين. اذا الان عندما نستدعي لما نجي نستدعي ميثود، هذه الطريقه الاولى للميثود ستيتمنت. لما نجي نستدعي ميثود ترجع قيمه زي الجيت اي دي عندنا هنا، فإننا نفس الطريقة اللي فوق، بس إنه راح يكون راح نسميها method expression، method expression، زين. إذن راح يكون ال object id، ال object ال identifier حق ال object، ثم بعد كذا نقطة، ثم بعد كذا ال identifier حق الميثود، الميثود id، method identifier، ثم بعد كذا الأقواس إذا كنا نحتاج، إذا كنا نريد إرسال parameters للميثود، والفاصلة المنقوض. لا، هنا عاد يجي هنا، زين. الآن هذا expression، زين، هذا كله، خلو أوضحه، زين، هذا كله expression، زين. خلو أعطي مثال، مثال عليه e dot، زين، get id، get id، مضبوط. طبعا اجل انك ما تلخبط بين الid هنا والid هنا، دي مختلفة. هنا اقصد ان الايدنتيفاير حق الميثود، هنا اسم الميثود get id، هنا اقصد اسم الميثود، يعني اسم الاوبجكت، اسم الميثود، هنا اسم الميثود هو get id، زين. فيعني للأسف إنه خلينا نقول مثلاً، خلينا عشان ما نتلخبط نقول get salary مثلاً، زين، get salary، بعد كذا قوسين، وإذا كنت تبغى parameters. عادة ال get ما تأخذ parameters، عادة ال get ما نرسل لها parameters. الآن هذا بدون فاصلة منقوطة، أنا حطيت الفاصلة منقوطة، هذا هنا بدون الفاصلة منقوطة، زين. الآن لو حطيت فاصلة منقوطة بس كذا، هذا صار method statement، زي method statement اللي عندنا هنا في الأعلى، زين، اللي هي e.set id، نفس مرة ثانية ال id هذه وال id هذه ما لها دخل في بعض، زين. الآن لو ما حطيت فاصلة منقوطة، أستطيع أني بما أن method ترجع لقيمة، أستطيع أني أستخدمها ك expression. هذا كله،
هذا كله عبارة عن expression. ليش عبارة عن expression؟ قلنا expression هو أي شيء يعطيني قيمة. زين؟ كمثال عشان ما ننسى وذكرنا هذا سابقا، كمثال الثلاثة expression. ال x لو عندي variable x expression، ثلاثة زائد x expression، ثلاثة في خمسة زائد x expression. مضبوط؟ إذن كل هذه expressions. زين؟ طيب احنا كيف وش نقدر نسوي بالاكسبريشن هذا؟ ابسط شيء نقدر نسوي بالاكسبريشن اننا نقدر نسنده الى متغير، مثلا نقول y gets 3 او نقول y gets x. زين، او نقول y gets 3 زائد x، نفس الشيء y gets 3 في 5 زائد x. كل واحد من هذولي عباره عن assignment statement، الجزء اليمين فيها expression والجزء اليسار فيها. فاذا هنا نستطيع ان نقول int أو double. زين، double مضبوط، double لأن salary ترجع لنا double، double y gets e dot get salary، وبعد كذا نحط الفاصلة المقوطة. إحنا صارت assignment statement، استخدمنا الجزء هذا ك expression. زين، إذن هذه الطريقة الأولى اللي ممكن نسويها. زين، ممكن إني أسوي الحاجة التالية، أقول double y gets e dot get salary زائداً 5، خذ لي القيمة اللي ترجع لي هذه، زد عليها 5، أسندها لـ y. زي ما أني أقول 3 زائد x، x هنا له قيمة، 3 لها قيمة، نجمعهم يطلع القيمة. زين، إذن ممكن أسوي فيه أي شيء أبغى أسوي فيه الـ expression. مضبوط؟ مثلاً من أبرز الأمثلة ممكن أني أقول زي ما شفنا سابقاً، أقول والله ما أبغى أضيف هنا كذا. زين، هذا expression أبغى أطبع قيمته. زين، فإذا أقول هنا، أقول إني راح أكتب system dot out dot println أو print، أقول print بدون يعني هذه println كذا مثلا. زين، فإذا هذا، لاحظ إنه هذا expression أقدر أستخدمه في أي مكان أستخدم فيه expression. زين، اذا اذا كانت الميثود ما ترجع قيمه، اذا كانت الميثود ما ترجع قيمه زي الميثود اللي عندنا هنا set ميثود، هذه لا يمكن اني استخدمها كاكسبريشن. ما لي الا خيار واحد وهو الميثود ستيتمنت. زين، ما لي الا خيار واحد وهو الميثود ستيتمنت. زين، اذا كانت الميثود ترجع لي قيمه زي الجيت ميثودز هذه، فاني ممكن استخدمها، ممكن استدعيها كاكسبريشن بالشكل هذا، وممكن استدعيها كميثود ستيتمنت بالشكل هذا، اقول e.setId وبعد كذا اعطي الارجيومنتس. زين، خلينا نشوف مثلا في البرنامج حق الامبلوي، هنا في المين، لاحظ عندي هنا مثلا s.next، هذا استدعاء الميثود، ما هي ميثود تبع الامبلوي، دي تبع سكانر. زين، لكن استدعيناها وأسندنا القيمة هنا، ما في بارامتر، ما أرسلنا بارامتر. S هو اسم الأوبجكت، ونكست هو اسم الميثود، والميثود ما تأخذ بارامتر. مضبوط، نفس الشيء S.next double، S.next، S.next int، كل هذه نسند قيمتها هنا. لاحظ هنا مثلا new salary gets e.get calc salary، الآن هذه ميثود تستقبل arguments. زين، راح نشوف ان شاء الله انه الارجيومنت ممكن تكون اكسبريشن، والميثود هذه ترجع لي قيمه، فهي عباره عن اكسبريشن. زين، اذا هذه عباره عن ميثود اكسبريشن ارسلناها كارجيومنت. راح نشوف انت نناقش الارجيومنت بالمحاضره ان شاء الله الجاي، لكن او الفيديو الجاي. هنا هذه عباره عن ميثود اكسبريشن ترجع لي قيمه، قمت اخذت القيمه حقتها، قمت سويت لها كونكاتينيشن، ربطتها او لصقتها مع سترينج فيرست نيم. زين، بحيث انه تنطبع لي في الميثود هذه. اذا لاحظ اني جيت اي دي ممكن اسوي كذا. زين، ممكن ان هنا كالك هذه ترجع لي قيمه، كالك ترجع لي قيمه، قمت طبعتها اسندتها لنيو سالري. ممكن الصراحه اني ممكن ما اسندها، ممكن اسوي كذا اشيل هذا، هذا عباره عن اكسبريشن، هذا استدعاء الميثود. لاحظ اسم الاوبجكت، اسم الميثود، والارجيومنت حقت الميثود، اشيله واحطه هنا والغي الكلام هذا. زين، ممكن اسوي كذا.
لان عباره عن اكسبريشن، ممكن اسنده القيم، ممكن اسنده الفاريبل، ممكن ارسله اطبعه كذا، ممكن اسوي في اي مكان يضبط فيه اكسبريشن اقدر احطه في المكان هذا. اذا هذا هو طريقه استدعاء الميثود عندنا، هذه هي طريقه استدعاء الميثود. اذا كانت الميثود ترجع قيمه ممكن استخدم ميثود اكسبريشن. زين، راح اشوف ان شاء الله في المحاضره الجايه كيف نرسل البارامترز وقواعد ارسال البارامترز. لكن هذه اذا كانت الميثود ما ترجع قيمه فاني استدعيها كميثود ستيتمنت، ما اقدر استخدمها كاكسبريشن لانها ما تعطيني قيمه في النهايه. الجزء هذا، هذا الجزء اللي راح احوطه هنا بالازرق، هذا ما يعطيني قيمه. زين، الجزء هذا ما يعطيني قيمه، فهذا ميثود ستيتمنت يعني بدون هذه طبعا احوطه كذا صراحه. زين، فهذا الجزء ما يعطيني قيمه، فلذلك ما استطيع اني اخلي اكسبريشن عندي استخدمه في اي مكان استخدم فيه الاكسبريشن. ارجو ان يكون الكلام واضح. لعل طبعا اشهر طريقه يمكن استخدمنا فيها استرجاع الميثود هي اننا نسند القيمه اللي ترجعها لنا الميثود، نسند القيمه اللي ترجعها لنا الميثود بالشكل التالي، يكون عندنا هنا سيمي كولن، ويكون عندنا هنا مثلا دبل y gets e dot get salary. هذه اشهر طريقه استخدمنا فيها الميثودز اللي ترجع لنا قيمه. قلنا ناخذ قيمه الميثود هذه ونسندها للمتغير y وهكذا. هذا الميثود اكسبريشن. المحاضره الجايه ان شاء الله راح نناقش البارامترز او الارجيومنتس وقواعد الارجيومنتس.